معاكم دكتور احمد علي اخصائي الكبد والبطن ومناظير الجهاز الهضمي هنتكلم النهارده شويه تعليمات عن الصيام والناس اللي عامله عمليه تكميم المعده وتحويل المسار اول حاجه ان احنا وقت المغرب مع الفطار اول حاجه اهم حاجه ناخدها مضادات الحموضه عشان نهدي اي التهاب يحدث في المعده ونمنع ارتجاع المريء رقم اتنين ان احنا هنشرب سوائل دافية من وقت الفطار لغاية ما بعد صلاة التراويح ممنوع تناول اي وجبات او اي مأكولات نهائيا حتى لا نصاب بالتقيؤ بعد صلاة التراويح هنبدأ ناكل الوجبات بتاعتنا ما بين الفطار والسحور وجبات متتالية متباعدة علشان ما يحصلش ارتجاع ويحصل تخمة في المعدة نتيجة صيام فترات طويلة بدون اكل اهم حاجه هنركز عليها شرب السوايل على الاقل في فتره ما بين الفطار والسحور هنشرب اتنين لتر سوايل او اتنين لتر ميه بكافه اشكالها علشان نعوض النقص اللي حصل في وقت الصيام الستاشر ساعه الصوم اللي احنا صايمينهم. بالنسبه للسحور السحور هيكون قبل اذان الفجر بساعه اهم حاجه هنركز عليها الخضروات والفاكهه وكميات قليله من الجبن او الزبادي او قليل من الفول.